وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. بسم الله الرحمن الرحيم. وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر، وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهري. أحبتنا الكرام مستمعي وإذا مشاهدي قناة طيبة وإذاعتها، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم حق التلاوة. يتجدد اللقاء بنا وإياكم أحبتنا على مائدة القرآن، نتلوه ونتدارسه ونقف عند أحكام التلاوة والمعاني فيه، نستظل بظلاله الوارفة ونستقي من معينه الذي لا ينضب. آيات هذه الحلقة أحبتنا خواتيم أو خاتمة سورة الرحمن من الآية 46 إلى نهايتها الآية 78، ونجد هذه الآيات في صفحتي 533 و534. إذا نبدأ بحول الله وقوته بتلاوة هذه الآيات المباركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمث هن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام،
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام آيات الحلقة. كما يسعدنا أحبتنا أن تشاركون الحلقة، أن نستمع إلى قراءاتكم وأن تعرضوا تلاواتكم في آيات الحلقة عبر رقم التواصل 0183 43 14 88. مضى معنا الحديث أحبتنا الكرام في معاني آيات هذه السورة، سورة الرحمن، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى في معرض الامتنان بآلائه ونعمه على الخلق والعباد: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقراءة أهل المدينة والبصرة البناء للمفعول: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أو اللؤلؤ والمرجان الإبدال الثانية، إبدال الحرف الأول الساكن للسوسي وشعبة وكذلك أبو جعفر. واللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ هو الدر المكنون، والمرجان أيضا هو نوع من يعني عجائب البحر، له ألوان كثيرة يعني غالبه الأحمر، يعني خرز الأحمر معروف عنده. ويخرج منهما أي من مجموعهما، أي من مجموع البحرين الحلو والمالح، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أي من مجموعهما، يعني وإن كان الغالب على يعني استخراج اللؤلؤ والمرجان يكون من البحر المالح، هذا في الغالب، وذكر بعضهم أنه يخرج من بعض الأنهار مثل أنهار الهند، وذكر ذلك بعضه. الحاصل أن المعنى أنه يخرج من مجموعهما، يخرج من مجموعهما، وقد يكون المعنى أعم، يعني كل ما غلا ثمنه هو اللؤلؤ والمرجان هنا، من الدر والياقوت والأحجار الكريمة التي تستخرج من هذه البحار والأنهار. ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أيضا في معرض الامتنان، هذا كله في معرض الامتنان بالتذكير بآلاء الله سبحانه وتعالى. أيضا قال: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. أيضا الجوار المنشآت هي الفلك أو السفن التي تجري بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه السفن أيضا قد تجري في الأنهار وتجري في البحار، تجري في الأنهار وتجري في البحار. فالبحر هنا اسم عام يعني. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، يعني كالجبال الشاهقة بأشرعتها. وأيضا إن كان يغلب أن السفن الكبيرة تكون في البحار. المهم السفن الجارية المرفوعة، مرفوعة الشراع، التي يعني تجري بها الرياح والأمواج. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلم، أيضا هذه السفن تجري برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. هنا الجواري، وله الجواري المنشآت، الجواري هو علم على السفن،
وهنا هذه الكلمة رسمت من غير ياء، وله الجواري الجواري في البحر، وله الجواري المنشآت، رسمت من غير ياء أو من غير فإذا وقفنا عليها نقف بالراء، وله الجوار وله الجوار. ويعقوب وحده الذي يقف بالياء، وله الجواري، يعقوب الحضرمي من العشرة إذا وقف يقف بالياء. وانفرد كذلك دور الكساء بإمالة هذه الكلمة، وله الجويري الجويري، فيميل هذه الكلمة منفردا وحده. وأما إذا وصلنا الكلمة فهنا أيضا يتفق الجميع على حذف، يعني كلهم يقرأ من غير ياء، حتى يعقوب إثبات الياء عنده في حال الوقف. المنشآت هنا أيضا القراءة المتواترة أو القراءة المشهورة بفتح الشين، المنشآت. وأيضا قراءة الكثير منهم أيضا قرأ قراءة حمزة وشعبة أيضا بخلف عنه قرأ، والمنشئات بالكسر كسر الشين، هذه أيضا قراءة متواترة. هذه كله في معرض الامتنان بآلاء الله عز وجل، فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الأشياء بخلق أصل موادها، يعني السفن يصنعها الإنسان، لكن أصل هذه المادة التي صنع منها الإنسان هذه السفن خلقها الله سبحانه وتعالى. فإذا أصل الخلق لله عز وجل، يعني نسبة الخلق النسبة العامة كل شيء هو خلقه الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه خلق أصله ومادته. وأيضا علم الإنسان أسباب الأسباب التي أدى به إلى تركيبها وتجميعها وبنائها، وهذا كله من قدرة الله سبحانه وتعالى على تعليم الإنسان. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أمرا يعني نافذ من أوامر الله عز وجل، أن هذه الحياة الدنيا قاضية ومنتهية، وكل ما على الأرض منتهٍ وفان، كل من عليها أي من على الأرض، كل من عليها فان، أي كل خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما على الأرض من نبات أو جماد أو مخلوقات حيوانات من الثقلين الإنس والجن، كل ذلك قضى الله عز وجل عليه بالفناء، أي بموته لا محالة. حتى يبقى الله عز وجل منفردا، فكل من عليها فان أي من المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فكل من كان ذا روح، كل ما كان ذا روح فإنه قاض وفان، يأتي زمان يعني ينتهي فيه أجله وينقضي فيه أجله، كل من عليها فان. وهذه الآية فيها إثبات أن إثبات البقاء لله سبحانه وتعالى، أن البقاء الدائم يكون لله سبحانه وتعالى. وهذا الفناء أيضا يعني متصل بالكون كله، حتى الملائكة وجبريل عليه السلام وميكائيل وملك الموت، كل هؤلاء سيموتون يعني، ويبقى الله سبحانه وتعالى منفردا عز وجل. لذلك قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي ذاته سبحانه وتعالى. هنا يعني ذكر البعض وأراد الذات، يعني ذكر صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الوجه، وأراد بقاء الله سبحانه وتعالى في ذاته. طيب لعلنا نستمع إلى أولى المشاركات، فأهلا ومرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم أحمد، الله يبارك فيك، تفضلي. حياك الله. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، من استبرق يعني الهمزة همزة قطع ثابتة، من استبرق وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا أحمد، كرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. إذا كانت مشاركة أخرى نتم بها الآيات إن شاء الله تعالى. طيب، هنا وقفنا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقلنا هذه الصفة إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى على ما يليق به سبحانه وتعالى، فهذا ثابت من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهذا يعني استعمال الوجه في 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 الذات، هذا مستعمل عند العرب أيضا، يعني لحقيقة الذات. هنا أيضا وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال يعني ذو الاستغناء المطلق سبحانه وتعالى، وذو الفضل التام، الإكرام يعني ذو الفضل التام، فذو الجلال يعني ذو الاستغناء الكامل المطلق، وأيضا الإكرام أي الفضل التام. وهذه من يعني هذه من عظائم صفات الله سبحانه وتعالى، ذو الجلال والإكرام، يعني هاتان الصفتان أو الوصفان لله سبحانه وتعالى هم من عظائم صفاته سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى والحاكم كذلك، وقال حديث صحيح الإسناد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. ألظوا يعني الزموا وأكثروا الدعاء به، أكثروا من هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. وجاء في بعض الأحاديث التي يعني أثبتت ذكر اسم الله الأعظم أنه ورد فيها بعض يعني أيضا هذا الوصف، يا ذا الجلال والإكرام، الحي القيوم ذو الجلال والإكرام. لذلك قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا من الدعاء به والتزامه، فهي من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا يعني ذكر بقاءه سبحانه وتعالى بعد ثناء الخلق، هذا فيه إذان ببقائه سبحانه وتعالى، وبأنه أيضا أن الله عز وجل من شأن بقائه أيضا أنه كما أفاض على عباده في حال حياتهم، فهو أيضا يفيض عليهم بعد يعني في حياتهم الأخرى وبعد بعثهم للحياة الأبدية.
طيب نستقبل المشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخ أزعد. الله يبارك فيك، حياك الله محمد، الله يكرمك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. لو أكملت الآيات. نعم. ومن دونهما جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الآية 62. الآية 62. 62. نعم. ومن دونهما جنتان. أيوة نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، بارك الله فيك، شكر الله لك يا محمد، أكرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. طيب، إذا قلنا من إفاضة الله عز وجل ومن شأن بقائه وفناء الخلق أنه يفيض عليهم أيضا حال موتهم، وأيضا بعد مبعثهم إخراجهم للحياة الأخرى، أيضا هذا من إفاضة الله عز وجل عليهم. لذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإحياؤهم سبحانه وتعالى لخلقه، إحياؤه لخلقه الحياة الأبدية، والإثابة بالنعيم المقيم والنعيم السرمدي، هذا من أجل نعم الله سبحانه وتعالى وأعظم آلائه، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى: حبذ الموت فهو الذي يقرب الحبيب إلى حبيبه. طيب، نستقبل أيضا مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عبد الغني، الله يكرمك. نعم، تفضلي. الله يبارك. الآيات منين يا شيخنا؟ نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. المرسلات؟ لا، في سورة الرحمن. الرحمن الآية 46. نعم، ولمن خاف مقام ربه جنتان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. لا، الآية 46. ولمن خاف. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، صفحة 533. ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتان أفنان. لا، ثاني. ولمن خاف، الآية 46. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرق. لا، ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء. ومن خاف مقام ربه جنتان
ذواتا أفنان. لا قبلها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما جنتان ذواتا أفنان. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف أفنان. لا فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما الشمس. نعم نعم فيهما من كل فاكهة زوجان. فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما قاصرات الطرف. متكئين متكئين نعم. على فرش. فيهما افتح الرحمن فيهما قاصرات الطرف. لا لا قبلها متكئين على فرش بطائنها. نعم متكئين على فرش أفنان. لا لا عبد الغني تكذبان. تاني عيد الآية. متكئين على فرش بطائنها من استبرق. نعم فيهما متكئين على فرش بطائنها استبرق جن الجنتين وجن الجن وجن الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينين فيهن قاصرات الطرف. فيهن قاصرات الطرف أفنان. لا ال فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس أفنان. لم يطمثهن إنس قبلهم إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. طيب بارك الله فيك شكر الله لك يا عبد الغني كرمك الله على هذه المشاركة. نذكر بالآيات من الآية 46 سورة الرحمن صفحة 533 المقطع الأول والثاني من الآية 62 ومن دونهما جنتان. طيب هنا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا بعد التذكير بآلائه ونعمه قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وهذا من خصائص الله سبحانه وتعالى أن أهل السماوات والأرض قاطبة يتوجهون بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى في ذواتهم في موجوداتهم وسوائر أحوالهم وسائر أحوالهم سؤالا مستمرا سواء بلسان المقال أو بلسان الحال. فإنهم لا ينقطعون عن فضل الله عز وجل وعن رحمته. طيب معنا مشاركة أيضا أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. حياك الله تفضلي. الله يبارك فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مغفورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أم خالد، يديك العافية، الله يبارك فيك، شكرا لك على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. طيب يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم يعني في كل وقت وفي كل حال وقت من الأوقات، هو في شأن أي في شؤون عباده وشؤون خلقه سبحانه وتعالى، ومن جملة هذه الشؤون أنه يعطيهم سبحانه وتعالى سؤلهم ما يسألونه. ولله خلق متجدد، يعني خلق الله لا يفنى ولا ينتهي، كما أنه يفني أناسا أو يفني خلقا فإنه ينشئ خلقا سبحانه وتعالى. وهذه أحوال بحسب يعني ما تقتضيه مشيئة الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن، أي من شؤونه سبحانه وتعالى. وبعض الأحاديث فسرت هذا الأمر أن روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قيل له وما ذلك الشأن كل يوم هو في شأن، فقال من شأنه أنه يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وهذا أيضا فيه رد على اليهود الذين زعموا أن الله عز وجل لا يقضي إلا يوم السبت، فرد الله عز وجل أن الله عز وجل كل يوم هو في شأن. طيب معنا مشاركة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، كرمك الله وترجات، تفضلي. نعم بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم البلاد والعباد إن شاء الله. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخي رجاء، كرمك الله على هذه المشاركة، جزاك الله خيرا. إذن هذه الآية كل يوم هو في شأن، فيه أيضا كما قلنا رد على اليهود الذين زعموا أن الله لا يقضي يوم السبت، زعموا أن الله لا يقضي يوم السبت، لذلك يعني هم إجازتهم يوم السبت يعني كما زعموا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سنفرغ لكم أيها الثقلان،
أو سيفرغ لكم أيها الثقلان. سيفرغ لكم أيها الثقلان بالياء قرأ الأصحاب أيضا بالفتح يعني سيفرغ سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها الثقلان هنا أيضا من أحكام القراءة أن ابن عامر انفرد بضم الهاء أيه الثقلان أيه الثقلان وصلا ووقف بالألف البصريان والكسائي. طيب معنا مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخو التماضر تفضلي بارك الله فيك. بارك الله فيك جزاك الله خيرا. الله يكرمك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ولمن ولمن اكسري اللام ثاني يا تماضر ولمن اكسري اللام ولمن خاف ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان على فرش نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن نعم اكسري الميم لاحظي الميم مكسورة لم يطمثهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم بارك الله فيك شكر الله لك يا أخو التماضر كرمك الله على هذه المشاركة وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخت لبنى تفضلي بارك الله فيك. نعم حياك. نعم أكملي خيرا. الله يبارك فيك. أكملي الآيات. ومن دونهما جنتان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان نضاختان نضاختان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم مغفورات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. بارك الله فيك، شكر الله لك يا أخت لبنى، أكرمك الله على هذه المشاركة. طيب أحبتنا، لعلنا ننتقل إلى آيات الحلقة القادمة إن شاء الله، فنقرأ من فاتحة سورة الواقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. إذن هذه الآيات المباركات أحبتنا الكرام، آيات الحلقة القادمة بحول الله وقوته. لعلنا نذكر بعض أحكام التلاوة في آيات الحلقة. ننتبه إلى المدود لم يطمثهن، الكسر تمكين كسرة الميم، والكسائي قرأ بالضم والكسر في الموضعين، يعني إذا ضم الأول يكسر الثاني وإذا كسر الأول يضم الثاني. لم يطمثهن إنس، عندنا هنا يعني غنة الإخفاء، إنس أيضا، ولا جان أيضا، هنا المد اللازم ننتبه له. لعلنا بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام الحلقة. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم وختام المسلمين. شكرنا موصول الذين ساهموا في هذه الحلقة فأسمعونا قراءاتهم وتلاواتهم، والذين حاولوا المشاركة والذين تابعوا الحلقة ويتابعون إعادتها.
تقبلوا في الختام أيضا تحيات الفريق العامل إلى جديد الملتقى بنا وإياكم في حلقة جديدة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الحب للقرآن رائدنا، وما نلنا الأمان البيض لولاه. أتذكر كم تزاحمنا نرتله، فعلمنا إخاء ما نسيناه. طيبة لحياة طيبة.